ولكن ضع فيه أشرطة نافعة. وعليكم السلام. هل العش العنكبوت؟ اصبر أرجان مالك حق الأمس عداك. ها؟ تعداك ال وعيث لا تطلع؟ خير إن شاء الله. تسمحون له؟ هل عش العنكبوت والحمامتين وادن يوم اختبر الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء؟ لا. يذكر بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اختفى في غار ثور عششت عليه العنكبوت ووقعت الحمامة على غصن شجرة، وهذا كذب لا صحة له، ولا فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن أي إنسان تعشى العنكبوت وتكون حوله حمامة، إذا رآه من يراه يقول ما في أحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعمى الله أبصارهم عنه. ولهذا قال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. ما في مال. فالعنكبوت والحمامة لا صحة لكونهما حصل عند اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. ولهذا يحترم كثير من الناس العنكبوت، يقول لا تقتلها لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الوزغ يقتل لأنه كان ينفق النار على إبراهيم فهذه تكرم، فنقول لا، العنكبوت تقتل إذا آذت مثل غيرها، وهي تؤذي في بعض الأحيان، تعشش على الكتب وعلى الجدار وعلى فتقتل. بل في حديث لكنه ضعيف، الأمر بقتل العنكبوت لكنه ضعيف. يمين